الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. وصفت اللجنة المالية النيابية فوائد السلف وقروض مصرف الرافدين بالفاحشة والخيالية، وطالبت المصرف ووزارة المالية بإعادة العمل بالتقديم الإلكتروني على السلف والقروض لتفادي كارثة وبائية. وقالت اللجنة إنها تلقت شكاوى كثيرة حيال سوء آليات منح السلف للموظفين وبطء الآليات والفوائد الفاحشة المترتبة عليها، إلى جانب إلغاء التقديم الإلكتروني وإجبار الموظفين على التجمعات الكبيرة التي تزيد الإصابات بفيروس كورونا وتؤدي لكوارث وبائية. أعلن مصرف الرافدين المباشرة بالتقديم على شقق مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، وبتخفيض قيمة القصد المقدمة لشراء الوحدات السكنية في المجمع إلى 10%. وقال مصرف الرافدين إن مدة تسديد قروض بسماية حددت ب 25 عاماً، مشيراً إلى أنه تم تحديد الفروع للتقديم على شقق بسماية. يذكر أن نواباً أكدوا وجود ملفات فساد كبيرة في مشروع بسماية، وأن الشقق السكنية توزع بالمحسوبيات والرشاوة. أكد النائب حسين العقابي أن حكومة مصطفى الكاظمي متخبطة في قراراتها وسياساتها الاقتصادية، وقال العقابي إن القطاع الخاص يعاني من الفوضى بسبب تخبط الحكومة في سياستها الاقتصادية، كاشفاً عن وجود مليون عامل أجنبي من 100 دولة أجنبية يعملون بصورة غير قانونية في العراق، في حين يعاني المواطن العراقي من البطالة. وأوضح العقابي أن مصفى كربلاء الحكومي وحده يعمل فيه أكثر من 15,000 عامل أجنبي من أصل 18,000 عامل، ما يعني أن العاملين العراقيين لا يشكلون سوى 15% من مجمل العمال. قالت وكالة رويترز إن مصارف أجنبية قطعت علاقاتها مع مصرف لبنان المركزي في خطوة إضافية نحو العزلة الدولية التي يعيشها البلد في خضم الأزمة الاقتصادية. يأتي ذلك بعدما حذر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من أن المصارف الأجنبية تشرع في تقليص علاقاتها بالنظام المالي المحلي، حيث أغلق مصرف وولز فارغو حسابا دولاريا للبنك المركزي، وأغلق مصرف HCBS حسابه بالجنيه الاسترليني، بحسب 3 مصادر من القطاع المصرفي والقضاء. سجل التضخم الأساسي المصري ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.7% على أساس سنوي وفقا لما أعلنه البنك المركزي. من جهته أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في شهر آذار المنصرم، كما ارتفع التضخم الأساسي الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.6% في الشهر السابق. اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأسيس نظام عالمي جديد لحل إشكالات الضرائب التي تجبى من الشركات متعددة الجنسيات وتخلق العديد من النزاعات بينها وبين حكومات دول العالم، بحسب تعبير الإدارة. وأرسلت الإدارة الأمريكية وثيقة النظام الجديد إلى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريس وإلى 135 دولة من دول العالم. واقترحت الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة فاينانشال تايمز نظام ضرائب عالمي يفرض ضريبة موحدة على الشركات متعددة الجنسيات حسب الأرباح المتحققة في كل دولة، وبحد أدنى لا يقل عن 21% من الأرباح، وذلك بغض النظر عن إمكانية إقامة الشركة أو مقرها الرئيس. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.